لقطه المباراه، معلش يا جماعه عيد اكتر من مره، دي لقطه المباراه الحقيقه كانت قاسيه شويه لانها كانت في وقت مهم، وعايز عامله دي زي الدنك في كره السله كده. لا نقول القضيه يا كابتن، القضيه يعني دي القضيه يا جماعه فعلا، تتفقوا معايا دي القضيه كانت دي ولا حقيقة. ايه؟ لانه الحقيقه انه كانت الـ 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 النقطه دي مهمه، وكانت عارف خلاص بتقول يعني انا يعني النادي الاهلي بيقول خلاص انا مش هسيب البطوله يا كابتن احمد. واترفعت يعني اعتقد ان هي اترفعت غلط من ليبرو، ليبرو كان المفروض يرفعها الناحيه الثانيه، فهو رفعها بظهره يعني تبقى صعبه قوي. دي كانت في الشوط الثالث، في نهايه الشوط الثالث لما النادي معلش يعني عيدوها ثاني يا جماعه، هو المرفوع كان يرفعها الناحيه العكس، هو من خمسه المفروض كان يرفعها في اثنين، لكن هو رفعها وراه، فكانت صعبه قوي بالنسبه للرفع. عيدوها لنا ثاني يا جماعه عشان الناس تتخيل الكلام اللي بيقوله كابتن احمد. يعني بصوا يا جماعه الكوره اتردت، الرفعه كانت المفروض تبقى في وشه الناحيه الثانيه، ولكن رفعها بظهره، رفعها بظهره، ودي كانت صعبه ومع صعب ذلك يعني واللعيب يعني جاتها برده جايه من جنبه، فمش جايه بالمواجهه يعني. لا معلش عيدوها لي ثاني يا جماعه، كرة جميلة. وعلى فكرة يعني احنا كلنا اتفقنا ساعتها يا كابتن ان دي، لكن طبعا الواحد يتأسف ان هو كده تيجي في وشه. لا لا احنا مش عارف، زي دنك كرة السلة كده، زي دنك يعني كرة السلة تعمل دروب يعني نفسي مع المنافس، وفي نفس الوقت شفت الروح المعنوية تبقى عالية جدا. رفعها مين يا كابتن؟ رفعها مين؟ محمد رمضان. محمد رمضان المفروض يرفعها بالمواجهة بتاعته، هو اختار الصعب، هو اختار الصعبة دي ان هو وصل اللعيب 13. بس بص الاعداد ريموند استعدلها ازاي يا كابتن؟ يعني ريموند خد خطوتين ورا واستعدلها، كان متقدم قوي على الشبكة ورجع، فهي كانت يعني هي صعبة جدا ان هو يشوطها بهذا الشكل. لقطة المباراة